خلينا ناخذ مثال على الدماغ. هذا السيرفي انتم بتقدروا تعملوه، بتقدر تروح انت توقف بعمارة على فرض طبعا انها زي ما حكى احمد انها 100% ارايفل. اذا مش 100% ارايفل بده يكون اتعقد السيرفي اللي بدنا نعمله. بس خلينا نفترض انه احنا عملنا سيرفي، وراح اكتب انا الجدول هون على هاي الجهه. جينا وقفنا في اللوبي، هذا اكزامبل رقم واحد، وقفنا في اللوبي وبدينا نعد الناس اللي بوصلوا. وهون عندي الزمن، وهون عندي عدد الناس اللي بوصلوا. وراح احصي هذا الزمن، راح احصي passengers per minute مش per 5 minutes. فراح اعد passengers per minute، وعندي هون HMM راح ياخذ يعني ساعة ساعة. هون في عندي هون 7:35 أو عفوا 8 دقيقة، ونضلنا ماشيين ل 8:12. كل دقيقة من الدقائق هدول عدينا العدد الناس اللي وصلوا. طبعا على فرض، على فرض انه هون عمالنا بنحكي incoming traffic بتساوي 100%، outgoing بتساوي interfloor بتساوي 0. على هذا الفرض، اذا مش هيك بدها تصير اعقد بكثير السيرفر تبعنا. فروحنا على العمارة وافترضنا انه العمارة هاي تقريبا معظم الوقت في الصبح في خلال الفترة هاي الارايفل كله. فهون كان عندي 3، هون 5 6 12 10 14 24 18 12 10 6. هلا احنا قلنا البيزيست 5 مينتس، كيف بدي الاقي البيزيست 5 مينتس؟ وبدهم يكونوا كونسيكتيف طبعا. كونسيكتيف يعني متجاورات. هلا احد الطرق اللي ممكن تعملها، ممكن تعمل اي طريقه بدك اياها، بس احد الطرق ممكن تعملها، ممكن تعمل كانه في عندك شباك متحرك. قديش عرض الشباك؟ 5 دقائق. فلو احنا جبنا شباك عرضه 5 دقائق، هي عندي 1 2 3 4 5، بحط شباك عرضه 5 دقائق هون، قديش هدول مجموعهم؟ 10 و12 22 و6 28 28 و5 33 و3 36 36. شلنا 3 وضفنا 14، 36 ناقص 3 33 زائد 14 47. 47 شلنا منه 5 صار 42، وضف له 24، 42 و24 66. 66 شلنا منه 6 صار 60، 78. 78 شلنا منه 12 وضفنا له 12، ضل كمان 78. بعدين نزل، مش هيك؟ إذا صارت يا إما هدول الخمس دقايق يا إما هدول الخمس دقايق هم البي. شفتوا الشباك كيف حركنا الشباك؟ بنسميه موفينج ويندو. إذا موفينج ويندو ميثود، إذا حطينا هون علمنا على هاي، فعندي مثلا خليني اخذ هاي 12، فاعتبرنا هاي الفترة، اعتبرنا هاي هي البيك 5 minutes. بس هاي ما بقدر احولها لاي ار بدون ما اعرف ايش، ايش لازم اعرف حتى احولها لبرسنتج؟ بوبيليشن. تمام، فالبوبيليشن هون انا معطيك اياها بالسؤال انها 500، قسمتي لهذا العدد على ال 500 عمليه بنسميها نورماليزيشن. نورماليزيشن، عارفين شو يعني كلمه نورماليزيشن؟ بعرفش ايش تفسيرها ترجمتها بالعربي، بس نورماليزيشن بنلزم رقم على رقم عشان يصير اقدر اقارن بين عماره وعماره. لو جيت قلت لك انه هون وصل بالعماره هاي 78 بالخمس دقائق ما بتعني لك شيء، بس لو جيت قلت لك انه هاي العماره وصل فيها خلال الخمس دقائق البيك وصل فيها 78 على 500، ليش طلع 78 على 500؟ المفروض انها 15.6%. مضبوط، تأكدوا من الرقم، إذا حد ما قال حاسبه يتأكد من الرقم.
معناه احنا عمالنا بنقول انه في البيك في فترة الذروة لهاي العمارة حسب السيرفي اللي احنا عملناه كان عندي وصل عندي 15.6% من الناس. اذا هذه الارايفل ريت معناها التصميم اللي بدي اصممه ايش لازم يعمل؟ لازم يقدر يتحمل هذا. بس طبعا هون الترافيك كان كله اول انكمينج ترافيك. وانا على فكره هون عندي سنجل انترنس مدخل واحد، مش كل العمارات فيها سنجل انترنس. فهذه حاله هون بسيطه اول انكمينج ترافيك فروم هم سنجل انترنس. هون المدينة جمعنا هذه اللي هي P5 minutes. P5 minutes 78 قسمناها على 500 اعطتني 15.6%. هي بدينا نفهم الديماند، بس هنا نحس كيف بدنا نعمل الديماند.